قد ايه حلو انه نحن اذا عبلنا نبرم ببلدنا او اذا عبلنا نسافر من بلد لبلد ناخذ بيتنا معنا، بس هيدا البيت اللي نحن حنشوفه اليوم، نحن رح نحكي اليوم عن تايني هاوسز، رح نحكي عن البيوت الصغيره، كيف منعالج الانتيريور تبعها، كيف منقدر نخليها انه يكون فيها ماكسيموم سبيس وماكسيموم محل لنضب الاغراض وستورج، ويكون فيها عائله تقدر تعيش بقلبها، وكيف بقى لو احلى اذا هيدا البيت فينا ناخده معنا ونتنقل فيه، اذا بنشركه بفان صغيره بتقدر تسحب البيت ونقدر نكسر فيه. قد ايه حلوه الفكره. رح نبلش اول شيء بصور مثل العاده ونحكي عن كل صوره. هلا اول شيء رح بلش بفيديو بفرجيني هالانتيريور اللي عم بحكي عنه، ومنصير شوي شوي انا وياكم نمشي بالايدياز اللي رح نحكي عنها. طلعوا معي هلا على اول صوره رح تبين معنا هي الفكره هون، بس عم نفرجي اذا بالانتيريور تبع هالبيت اللي عم نقول عنه صغير قد ايه ببين واسع وكبير اذا كان مشغول بهيدي الطريقه يلي فيها ماكسيموم ازاز وفتحات ليفوت الإنارة الطبيعية. يعني كل ما بيكون عندنا فتحات إزاز كل ما البيت بيبين أكبر، كل ما بنكون مستعملين نوع الخشب نفسه أو اللون اللي نوحد الألوان بقلب الانتيرير كمان ببين البيت علينا أكبر، وكل ما بنحترم الإسباس اللي بالنص الفراغ يلي بدنا نقدر نتحرك فيها. يعني مثل ما بينت هلأ بالصورة أنه عنا كل الفرنتشر يلي كان محطوط كأنه من كل الميلات بالنص في فسحة، ونحن عم نحط مقعد وعم نحط تخت وعم نحط مكتب وكذا، بس كلهم حسب النورم والقياسات المينيموم يلي نحن عايزينهم. هيدا البيت بنقدر نحن نعيش فيه عيلة من 5 أشخاص وما يتضايقوا. وتطلعوا بالصور يلي عم ببينوا بهالفيديو يلي عم يمشي، شوفوا حجم البيت، يعني ما بيتخطى العرض 3 أمتار ب6 أو 3 أمتار ب8. هلأ هو البيت يلي أنا كمان رح بلش بعد شوي فرجيكم عنه يلي هو المتحرك، ونبلش نشوف صور كمان رح خليه للآخر. هيدا هو في عنا نورم معين ممنوع يكون أكتر من 2.5 متر العرض ب6. تخيلوا 2.5 متر ب6 قديه نحن بعقلنا منفكر انه قديه صغير هيدا الاسباس، بس هلا وقت تشوفوا معي الايدياز تبعه بتلاقوا انه لا بالعكس بيسع كتير قصص. واذا بدنا نتخطى ال6 امتار عندنا الماكسيموم 12، بس بضل العرض 2.5 متر. ليش عم نقول هيك؟ لانه هو قصه العرض كتير مهمه كرمال السقف ما يكون يعوز ستركتور حديد، بيقدر يضل بعده اذا كان عم يتعمر بستركتور الخشب، البورتيه تبع الخشب ما بتتعب وبضل البيت يقدر يكون معمر بطريقه انه ما يكون في علينا خطر. كل ما بنطلع فوق 2.5 و3 حسب هيدا النورم البيت المتحرك انا عم بحكي عنه بالقانون تبعه ما لازم نتخطى هيدول القياسات يلي بيكونوا، والا بنكون عم نخالف القانون وبصير في خطر على هالبروجي. طلعوا معي هلا رح نبلش بالصور ورح نبلش نشوف البيت يلي حكينا عنه. ليكو قد ايه هو ياس البيت، مبين علينا انه بيت شرعي، بس انا مثل ما قلت لكم هو 2.5 ب6، والحلو فيه انه نحن بيقدر يركب قدام البيت هيدا داك كرمال يصير في عنا داك تراس، ومنقدر حتى اذا بدنا نتنقل بالمناطق، يعني اذا عم نحكي بس عن الطبيعه بلبنان وعبالنا نكسدر فيها، بنقدر نتنقل بالمناطق ويطلع عنا هيدي التراس ويطلع عنا هيدي الجاكوزي برا. يعني في قصص هيك مثل ما بيقولوا فاسيلتيز فينا نزيدها على البروجي تبعنا تنحس حالنا عن جد عم نصيف او عم نعمل اكسبيرينس من منطقه لمنطقه. ومثل ما بين بالصوره كمان مثل ما قلت لكم انه فيه يكون مقطور يعني البيت ويتنقل، لانه هو على الدواليب والدك تبعيته اكيد الستركتور الاساسيه الارضيه تبعه بتكون ستركتور حديد، وبيرجع بينعمل لها داكينج بالخشب وبيتعمر الفوليوم عليها وبيتنقل هالبيت. هيدا البروجي عم ينشغل على اساس كمان في شركات كتير عم يشتغلوها وخصوصا باوروبا انه عم يشتغلوا فيها اير بي ان بي. هي طريقه كيف نحن هلا صرنا بنستاجر بيوت مثل ما بنستاجر كتير بلبنان، بيستاجر البيت فينا نستاجره على يومين على 3 او على جمعه او على شهر، بس كيف بقى لو كل مره بننقل هالبيت على منطقه والاصحاب اللي عم بيأجر هيدا البيت كيف بيقدروا يعملوا their business to grow bigger and bigger. طلعوا معي على هيدي الصورة كمان وعم شوفوا من غير ميلة للبيت، وشوفوا من قدام كيف بيقدر انه يتاخد البيت وينشرك على فان ويمشي. ليكو الطريقة شو مهضومة. هلا الفوليوم من برا اكيد هو سمبل اركيتكتشر لانه هو عباره عن ريكتانجل، رح نقول علبه عشوائي مع سقف هالقد سمبل، والماتيريال تبعيته فيها تكون ساندويتش بانل، فيها تكون كمان خشب اذا بدنا، وفيها تكون ماتيريال تكون لايت بس انه تحمل الحراره وتساعد انه تحفظ الحراره جوا، اذا كان في اي سي جوا راكب بتحفظ الحراره جوا وتخلي الحراره برا. يعني بدنا نكون عم نشتغل كمان على كل التكنيكلز يعني اللي لازم يكونوا كرمال هيدا البيت يكون فيفابل، يكون مريح نقدر عن جد نتنقل فيه
ونقضي صيفيه او حتى نقضي شتويه. وانتبهنا كمان على القياسات الشبابيك، هون بيكون في ستاندردز كمان للشبابيك كرمال ما يكون عندنا كمان فتحات كبيره وبورتيات كبيره، وتتكون كرمال الكوست، يعني كل هيدا بدنا نفكر فيه نحن عم نهندس هيك بيوت. طلعوا معي بهيدي الصوره وشوفوا الانتيرير تبع البيت هون. شوفوا هون المدخل الاساسي، هيدي السلايدنج بانل يلي هي الومنيوم اكيد. هلا على اليمين محطوط بطريقه كثير ذكيه هالبار يلي محله عن جد استراتيجي دغري بوجه المطبخ، فنحن هون اذا حدا شخصين بدهم يتروقوا ما انهم مضطرين يحطوا طاوله واربع كراسي او كرستين، بالعكس عندنا هالبار وهالكرستين خلص تروقنا وحد الشباك. يعني كل شيء نحن منعوزه نحس بالرفاهيه ونستفيد من الـ مثل ما بيقولوا المناظر كلها اللي حوالينا، هيدا البار ليكو وين محله، المطبخ دغري مقابله، واكيد الباب يلي عم نشوفه هو باب التواليت، والباب ومقابله للتواليت مثل ما شفنا بالصوره اللي قبل في جاكوزي. فاذا التقسيم حتى انا بفكر انه والله ليكي عنده اسباس واحد اثنين ثلاثه، بس هي شو هي مترين ونص بست امتار، هالقد سمبل وهالقد صغيره. واكيد حد البار وحد الكيتشينات يلي عم تشوفها ببين عنا شقفه هيك من بانكات، يعني كانه على شوي عندي سالون او عندي كنبيه اقعد عليها. بس نحن شو عايزين؟ خلينا نفكر نحن بهيك قصص وبهيك انه نحن رايحين على صيفيه او عم نكزدر او ناخذ بيت صغير، شو بدنا نعوز؟ بدنا هالمقعد، بدنا البار، بدنا الكيتشينات، وبدنا انه يكون عندنا مطرح للنام. يعني بدنا نحط البرايورتيز وما بدنا نفكر بالرفاهيه اكثر من هيك. هي فكره الكزدوره ببروجيات بتايني هاوسز مثل هولي هي الرفاهيه بحد ذاتها، هي انه نحن عم نقدر نكزدر ونبرم ونتنقل بالبلدان. طلعوا بهيدي الصوره هلا كمان شوفوا البنكات يلي حكيت عنها، يعني بتساع شخصين لثلاثه، وتطلعوا على الطريقه الذكيه دائما انه دائما بننتبه عنا محل للستورج. اكيد اذا نحن مسافرين في محل بدنا نضب اغراضنا، طلعوا تحت البنكات كيف عنا خزانات، فوق المطبخ عنا خزانات، تحت المطبخ عنا خزانات، على قد نحن شو منعوز لضب الاغراض بدنا نكون حاسبين لهم متر مربع مزبوط تنستفيد الماكسيموم. وطلعوا فوق كمان الطريقه كيف انه هالكيتشن كمان عاطي مهضوم انه في رف وبنحط عليه اغراض واكسسوارات الكيتشن، وحتى بنسمح لحالنا نحط اكسسوار يكون فانكي او عبالنا ينعرض هذا الاكسسوار ونشوفه وننبسط فيه بالانتيرير تبعنا. كمان ما بنخسر انه نحط فوق الشباك هالرف، واكيد تحت الرف اذا بدنا نزيد برداية او كذا، يعني كل شغله بدها تكون محلها مزبوط. بس كمان الالوان كثير بتاثر، يعني الحيط يلي هو للمطبخ والحيط يلي هو بدخلنا على التواليت هدول لونهم ابيض، الارض مع الحيط الثاني من الخشب، فاذا استعملنا اثنين ماتيريال وما زدنا اكثر من هدول الماتيريال اكيد، بس الكومبينيشن تبع الكولرز كثير مهمه تيضل الاسباس عاطي واسعه. رح نكفي سوا بالصور ونشوف هيك من كل ميلاته هيدا البيت قد ايه في عنده اشياء انترستنج نحكي عنها. طلعوا هلا بهيدا البرسبكتيف يلي عم نشوفها هون، عم بطلع عم شوف التخت كيف حاطينه، وكمان فاتحين فتحه كثير كبيره لانه نحن بدنا نستفيد من المنظر وبدنا نستفيد من الضوء الطبيعي يلي بفوت على هالبروجي. ومن كل الميلات اذا عم تنتبهوا كل بارتي في لها شباكه، يعني نحن كانه عم نستفيد من الفيجوال، عم نستفيد 360 درجه، عم نبرم ونتطلع وعم نخلق كادر. كل مره عم بخلق كادر انا لفيو معينه لمنظر حلو بالطبيعه، كاني عم بعمل له هالفريم يلي هالقد انترستنج. التخت يلي شفناه كمان تحته في ستورج، كمان تحته في جوارير، فينا نحط شنطة السفر، فينا نحط الباجاج، فينا نحط كل بارتي من هالبيت في إلها محل إنه نستفيد منها.